شابين بيعملوا كل شي سوا وحتى انهم بحبوا سوا، بس شو يعني انهم بحبوا سوا؟ وهل هن بحبوا نفس الشخص؟ بلبنان تعرفوا معنا على جيمي وبوب، توأم متطابق مش بس بالشكل بل بالاهتمامات بالعمل، بياكلوا سوا، بيناموا بيفيقوا بنفس الوقت، بيظهروا سوا، درسوا نفس الاختصاص وعندهم نفس العمل، وحتى انه هن الاثنين عندهم حساب واحد بيتشاركوا فيه على الفيسبوك، اي شيء ممكن يعملوه بيعملوه مع بعض. بدكم تعيشوا انت وياه بنفس البيت، يعني انت وزوجتك بغرفه وهي انت وزوجتك بغرفة. حتى انه هن مقررين يعيشوا بالبيت ذاته مع زوجاتهم وما يسمحوا لاي شيء يفرقهم، ولكن نحن بنسمع انه الحب ممكن يعمل المستحيل، فهل قدر الحب يفرق هالتوأم اللي بيعيشوا حياة متطابقة تماما؟ بيوم من الايام بيقرر احد التوأم ياخذوا خطوة جريئة، جيمي قرر يتعرف على صبية، للحظة منفكر انه وصل اليوم اللي رح يتفرقوا فيه، ولكن هالصبية ما كانت عادية لأنه هالصبي كمان عندها توأم. شافت جيمي بنتين توأم وقرر يضيفهم كأصدقاء على الفيسبوك. تعرفنا على صبايتهم. كان حساب الفيسبوك بيحمل اسمهم الاثنين، كان اسمه جيمي بوب، ومن بعد طلب صداقة ما كانت الصبية رحاب تعرف انه الحساب هو لشخصين مش لشخص واحد. قبلت رحاب طلب الصداقة وفاتت وتفاجأت من بعد ما تصفحت الحساب. كل شيء مع بعض، قال لي ليك عملنا قد للصبيتين توينز. أنا شفته طلعت فيه ويطلع فيي، سكتنا هيك، يطلع فيي يطلع فيه، قلت له بتحس مثل أنا بحس؟ قال لي إيه. هل من الممكن يكفوا حياتهم مع توأمين تانيين؟ كانت بداية مجنونة، وأولاً تعرف التوأم الأول لجيمي على رحاب، بينما صبيتين التوأم ما كان ببالهم أنهم ممكن يوصلوا لهي المرحلة المتقدمة. أول شيء كنا نفكر بالفكرة أنه ناخذها بضحكة، أنه معقول يصير هيدا الشيء، فبعدين تحول لحقيقة. كيف اتطورت هالعلاقة وكيف صارت حقيقية؟ راحت جيمي على بيت أهل التوأم الصبايا، تعرف على رحاب وصارت علاقتهم جدية أكتر. من بعد ما اتطورت تعرف بوب على عتاب وقرروا هن الاثنين كمان تصير علاقتهم جدية أكتر، لحد ما أجا يوم الفرح وما قبلوا إلا أنهم يخطبوا هن الأربعة باليوم نفسه. بوب على يميني وجيمي على شمالي. بوب وجيمي ورحاب وعتاب صاروا مع بعض، وما كان حدا متوقع هالسيناريو يصير، وحتى الحب اللي بيعمل المستحيل صار شريك معهم، ما فرقهم بل جمعهم كلهم مع بعض. وهي كانت أخبار تستاهل الشركة.